نصنع من الموت حياة يا حبيبي. بهذه العبارات يحاول الغزي رامي إبراهيم استعادة الأمل بعد أن طال قصف إسرائيلي مصنع صاقلة الذي كان يعمل به، أحد أشهر مصانع الحلويات وأقدمها في قطاع غزة، ما تسبب بتدميره بالكامل. كنا نشتغل بأفخم مصانع في قطاع غزة، اليوم مصانع قطاع غزة بشكل عام كلها تدمرت وكلها انقصفت، فيها خسائر بشرية وخسائر مادية كبيرة جدا جدا جدا. صناع الحلويات استخدموا خبرتهم الطويلة لإعادة افتتاح المصنع في خيمة وسط القطاع في محاولات لإعادة إحيائه رغم نقص الموارد، خاصة مع دخول شهر رمضان. كان عندنا مصنع كبير بإنتاج كبير بقوة بشرية كبيرة، يعني كانوا بيجي 30-40 عامل يشتغلوا في المصنع أو أكثر من هيك. اليوم زي ما أنت شايف بنشتغل بخيمة بحاجات بدائية جدا. حال مصنع صقلة كحال مئات المصانع والأشغال التي دمرها القصف الإسرائيلي، إلا أن أصحابها أعادوا افتتاحها بما توفر لهم من مواد في سبيل كسب قوت يومهم.